بسم الله والحمد لله ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا خير معبود. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة، هنا وقفوا شوية. ادخلوا الأرض المقدسة أي ادخلوا الأرض المقدسة، هي حسب المفسرين المشهورين هي الشام بما فيها الجزء الفلسطيني وعاصمتها أورشليم، هي مدينة السلام. وما من صوت لحم يكونوا عندهم صحت راس مع شكون؟ مع ربنا. ولهذا إذا كان نقل لهم سيدنا موسى عليه السلام شيء مما طلب منهم طرف الرحمن مش يرفضوا، ولأنهم جبناء ما يلزموش يحملوا مسؤولية جاتهم من السماء. وما أهل أرض وأهل خنوع وأهل مذلة يعني ما عندهم حتى شيء من الشرف، ما عندهمش. واليوم اللي يوصلوا يجولوا ودوروا أطراف الأرض ويزيدوا فيها فساد، قال شنو باش كيف يوصل الفساد مبلغه الأقصى يأتيهم مسيحهم أي لونتي كريست. شوف عقلية اليهود وأذل وأرخص منها عقلية الصهاينة. يا ناس فيقوا، يزيونا من النومة الطويلة، لأنه كي بعد مش تفيق تلقى روحك في عناء سكرة الموت، وبعد تنتقل إلى ما هو أشأم وهي حفر من حفر النار، وبعد يوم القيامة تزلزل كيانك الخبيث ويلقى إليك كتابك تأخذه بشمالك ويبدأ يعطيك قائمة كبيرة من إجراماتك. يا كلب يا صهيوني، تحقق لكل شيء أحصاه الله ونسوه. ربي يضبط لك كل ما بدر منك من إشارات ومن خطابات ومن أفعال سيئة، كله مش تلقاه في كتابك. كتاب يحمل شهادات تكون ضد مصالحك في يوم الحساب، والحساب هي ستناقش فيه أيما مناقشة، وزيد بلاك ومعاناتك تزيد قوة، وما ترمى في النار إلى أبد الآبدين بحسب ما جاء في القرآن. والسلام.